مشاهدي نهارك سعيد، بنرجع لحضراتكم مرة تانية ومرة تانية بنصبح عليكم ومكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. حقيقي انه في اصوات غريبة جدا، الاصوات دي بتنادي بطلبات اغرب. اهم يعني حاجة في الطلبات دي هي الغاء قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، يعني نلغي قوانين الرؤية، نلغي الحضانة، نلغي الخلع، نلغي الولاية التعليمية، يعني حاجات غريبة جدا. بالرغم من انه اللي بيطلب الطلب ده هو رجل، اكيد ليه ام فهو يعلم جيدا مكانة الام، اكيد ليه زوجة فهو يعلم جيدا مكانة الزوجة، اكيد ممكن يكون عنده بنت فهو بيغرس فيها الحقيقة مجموعة من العقد ومجموعة من التشوهات النفسية بطلباته دي. النهارده هنتكلم في الموضوع ده الحقيقه بتفصيل مع ضيفتنا، لانه في منتهى الغرابه ان احنا نبقى في سنه 2012 وبنطلب طلبات زي دي واحنا عندنا مشاكل تانية كتيره جدا واهم بكتير قوي من اننا نسيب كل حاجه علشان نتكلم في المراه وفي قوانين الاحوال الشخصيه الخاصه بالمراه. ضيفتنا النهارده هي الاستاذه فريال حسن مراد، المحاميه بالنقد والمستشار القانوني لجمعيه امهات حاضنات. صباح الخير استاذه فريال. صباح النور، اهلا بحضرتك معانا في نهارك سعيد. والحقيقه انه طلبات بتعديل قوانين الاحوال الشخصيه اذا كان تحت مدرج تحت اي اسم او اي سبب انها غير دستوريه، انها غير اسلاميه، انها قوانين سوزانيه زي ما اطلقوا عليها علشان يحاولوا يلاقوا لنفسهم حجه في انهم يغيروا في قوانين الاحوال الشخصيه، اعتقد انها كلها مبررات غير مقبوله. راي حضرتك ايه في الاصوات اللي بتنادي بتعديل او الغاء قوانين الاحوال الشخصيه الخاصه بالمراه؟ انا رايي ان المجتمع مخصم نفسه دلوقتي. مش عارفه ليه. قوانين المراه دي من سنه 20، القوانين اللي بيعترضوا عليها ده، قانون الرؤيه لم يتغير اطلاقا. قانون الرؤية موجود من سنة 20، وكان بيتم تنفيذه في الرؤية، يقول لك روح الاسم، اسم الشرطة شوف ابنك، روح الاتحاد الاشتراكي شوف ابنك، وجه قرار وزاري عدله بما لا يضر الطفل نفسيا وخلاه في النوادي، فأصبح الناس اللي مش مشتركة في نوادي وتروح مراكز الشباب. ده بالنسبة للرؤية. بالنسبة للخلع، الخلع ده لا يشاكل الإسلام خالص. بالعكس، ده هو أس الإسلام وطالع من الشريعة الإسلامية. يظهر إن اللي بينادوا بالقصة قصة الرؤية دي كمان بيتفرجوا على أفلام أمريكية كتير. لأن الأمريكان الوحيدين اللي بينفذوا استضافات وحاجات غريبة كده، بس عندهم آليات. هم دول علمانية صرف وبحت، وعندهم آليات لتنفيذ هذا. حتى هم ملهمش دعوة هل الأم أشفق الأب أشفق، هم الأصلح للطفل. اللي عنده بيت جميل، اللي عنده مرتب حلو، الجو السابق الأكثر والأنسب للطفل، وبعدين يقول للطرف الثاني مظبوط أنت هتستضيفه. طب أروح بقى أنا أعين البيت، هيستضيفه بس يوم ويك إند فقط. أعين البيت وأشوف البيت يصلح أن الطفل يجي يتغدى معاك فيه ولا لا، يصلح أنه يبات على سرير نظيف ولا لا، عندك إمكانية إنك أنت تفسحه في الويك إند ولا لأ. ما عندوش ما بيدلهوش. دولي ناس تانيين ولا يخضعوا للشريعة الإسلامية بتاعتنا الغراء. الشريعة الإسلامية بتاعتنا لما كانوا الستات يكلموني في التليفون لهم قضايا عندي، يصرخوا ويعيطوا والحقي وهيغيروا قوانين، أقول لهم ما تخافوش. الشريعة ما فيهاش استضافة. الشريعة فيها رؤية فقط لا غير، وليس استضافة. ما فيش استضافات في الشريعة. لا في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه. ما فيش إلا كتاب كده من اللي هم اللي قدام قوي، أنا قريتهم مرة، يقول لك الطفل، مش الطفل كمان، الولد يروح لأبيه الصبح ويرجع بالليل ينام عند أمه. يروح لأبيه، معنى هذا إنه هو قادر بنفسه على الانتقال لأبيه. يعني وصل سن 15 سنة في مرحلة عمرية معينة، في مرحلة عمرية يقدر يحمي نفسه. مظبوط. مش هرميه أنا أقول لك تو النبي خمس سنين ولا سنتين ولا ثلاث سنين، تعالى خده يد الأب وديه ارميه في حضن مرات الأب العدو الفطري للطفل. ده كلام فارغ. ما جاتش في الشريعة دي خالص، ولم يبدي الرسول صلى الله عليه وسلم أي حاجة عليه الصلاة والسلام في قصة الاستضافة دي خالص. أه الفقه اقترح إنه يروح
يروح امتى بقى؟ لما يبقى كبير ويقدر يحمي نفسه. هو صغير ما يقدرش خالص، ما تقدرش الام. يعني مين اللي يحميه من التحرش الجنسي؟ الام. مين اللي يحميه من كلمه جرحت شعوره؟ الام. بتعمل زي القطه كده. انا عندي قطه لما بتبقى والده تقف على سلم المطبخ باب الشغالين وتتخانق مع طوب الارض عشان ما يخشش عندنا، عشان ليها اطفال جوه، ومثلا الدكر واقف يتفرج. الذكوره غير الامومه. على فكره الامومه حقيقي. بالفطره والابوه بالممارسه. ده جميل. الطب، ده الطب النفسي قال كده. لما اجي اغير حاجه بقى، لما نيجي هنقول قانون الاستضافه، خلاص هنقول ان احنا هنودي الطفل عند الاب ليه تعدل ل 15 سنه. هم قالوا ده كان 7 سنين. واحد القضاه المحترمين اللي انا بحترمه جدا وشخصيه ظريفه جدا وشخصيه كويسه وكانت احكامه جميله جدا للنساء ومنصفه للنساء، طالع في موضه دلوقتي يروح في كل المؤتمرات يقول لك رجعوا سن ضم الطفل لابوه لسن 7 سنين. اي 7 سنين؟ ده لسه ممكن يكون لسه بيعمل على روحه، لسه رايح سنه اولى ابتدائي بتعلم، ببتدي حياتي العمليه. مين اللي بيذاكر؟ مين اللي عنده خلق يقعد للطفل يذاكر؟ ومين اللي بتروح تجيبه من المدرسه؟ ومين اللي بتوديه المدرسه؟ ومين اللي بتشرف على التعليم؟ سن تعليم. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. اذا انا بحدد مستقبله العلمي من سن 7 سنين. تمام. ليه ارتفعت بقى الحضانه الضم لسن 15 سنه؟ بعد المآسي اللي المجتمع شافها لما كان بينضم الطفل في سن 7 سنين، لقى مآسي رهيبه جدا بتحصل للطفل، فرفعها ل 9 سنين ورجع رفعها ل 12 سنه. وبعدين مش قصه ان انا ببص لراي فقهي واسيب الباقي، ده اشتركت فيه السيكاتري، دكاتره السيكاتري والاخصائيين الاجتماعيين، اثبتوا وبحثوا واثبتوا ان الطفل ما يقدرش يروح للاب قبل سن 15 سنه. واذا الام تنازلت عنه؟ لما الام بتتنازل، حضرتك محاميه واكيد بتتزوج بتشوفي. هي ما بتتنازلش عنه للاب، الشرع بيقول كده. والشريعه بتقول كده. مش هم عايزين يطبقوا الشريعه؟ اذا تزوجت للام، ام الام حضانة. لام الام. على طول. لما يليه من نساء الام دول يفضلوا اذا مش موجودين، محتاجين شفقه. اذا مش لما لا يوجدوا خالص للاب. اوكي. التسلسل وبعدين للاب. ده الطبيعي. وربنا يكون معاه. مظبوط. يكون مع الطفل بقى يحميه بطريقته. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن الخلع بقى. خلينا نتكلم عن باقي القوانين وبعدين نتكلم بالتفصيل عن كل واحد. هنتكلم عن الخلع. على فكره انا كنت بشتغل مدعي عامه في دوله الكويت، يعني وكيله نيابه جنح، واتحشرت في القضاء كتير هناك، واعرف تمام المعرفه ان الخلع ده مطبق في جميع الدول الاسلاميه. وايه بقى؟ بطريقه اجمل جدا مننا. ازاي بقى يا استاذ؟ بتروح الست للقاضي هي والراجل وقدموا ورقه الجواز بتاعتهم وقولوا له انا عايزه خلع منه. خلاص. يقول لها ارجعي لي بعد اسبوع. بيديها اسبوع تراجع نفسها. بعد الاسبوع بتيجي، لو جت تبقى هي مصره على انها تسيب هذا الرجل. بيقول لها انت هتدي له ايه؟ هتبريه في ايه؟ ده بتتخلع بايه؟ بانها بتتنزل عن المؤخر بس. هم حتى ساعات ما عندهمش مؤخر، بتتنزل عن نفقتها وبس. كويس. وفي اسبوع وهي واقفه. طب واذا حضنها بتتنازل عن 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 التنازل عن الحضانه ليس خاص بالخلع خالص. خالص. لا لا لا. ملوش علاقه. تمام. ده الطفل، اصل الحضانه دي حق للطفل مش للكبير. ايوه. انا مش هاخد الولد اعلقه ميدالية في رقبتي. ده هو بني ادم وله حقوق. للاسف ان هو اللي بيدفع ثمن كل حاجه. طز في الاب والام. حقيقي. انا يهمني الطفل. طبعا. كويس. فيعني في ساعتها بتاخد الورقه بتاعتها. وعندي في مكتبي ورق كتير صادر من الدول العربيه بالخلع ده. اسهل مننا بكتير. جه بقى قانون الخلع. انا كنت قاعده قدام التلفزيون بشوف مناقشه مجلس الشعب لقانون الخلع، اتخضيت. حصل لي حاله من المجلس الحالي استاذه فريال. لا لا لا. سابق بلمت.
ايه الحرب الشعواء دي؟ ده في قوانين مهمة جدا بتمس البلد، مفيش واحد فيكم قام عدل نفسه حقيقي. وناقشها واعترض عليها. تشوفي بقى قانون الخلق وقول له ايه، وانا اديتك 50,000 جنيه سنة كذا فيساوي كذا دولار، ترجع لي بقى المهر بالدولار. شفت بلاوي في المناقشة لدرجة يعني كان نفسي غم عليا من مناقشة الرجال لقانون الخلع في مجلس الشعب، قعدوا يناقشوا فيه 3 ايام يعني طلع من بين سنانهم. عشان في اي حاجه منصفه للمراه، وده طبعا على عكس هو مش منصف، يعني ما هي رفقا المشكلة بالقوارير، حتى لو واحده مش قادره تعيش مع زوجها لاي سبب من كلكم الاسباب فاهمين ربنا ان اداها الحق الخلع ده. ده منصف، هو بيخلصها من عذاب صاحبها حقيقي في بيخلصها البيت. من عذاب فعلا. اوعي تتخيلي ان في امراه مبسوطه في بيتها وعندها راجل كويس ومغطيها وواقف في ظهرها وساترها وتقول لك ابقى طبعا اخلعه. طبعا دايما طبعا الست بتحاول تعشش طبعا ما بتفرقش. طبعا كويس، طبعا. مناقشه رهيبه جدا لغايه ما طلع القانون ده، ومع ذلك بنقعد فيه في المحكمه سنه وسنتين عشان ناخد حكم الخلع. ويجي بقى يفتكس بقى يقول لك ايه ده، انا اديتها بقى 1,000,000 جنيه وجيب 2 شهود زور ورجعي لي بقى. انا عندي مثل كده ودكتور شهير جدا ويقول لك انا اديتها 100,000 جنيه وهو ما اداهاش طبعا. يعني بيعضلوهم اعضال للمراه ويقول لك اما نشيل قانون الخلع، طب عايز منها ايه؟ وانت في وشك دم لو انت واحده مش عايزاك، وانت في وشك دم مقعدها على ذمتك. تقعدها ده ليه؟ انا برحمك عشان من تعذبها؟ قله كرامتك يعني. انت لما تقول لك سيبني فورا حقيقي. سيبها. فورا. لما تقول لك سيبني بدلع ولا سيبني عشان هي مخلوله عقليا شويه، اوكي اصبر عليها شويه. انما لو اصرت انها تسيبك يا اخي ما تخليهاش حتى تلجأ للخلع. حقيقي. في ايه؟ ده ال 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 الانسان ولد حرا، ما ولدش عشان الجواز يحبسه، مش عارفه مين يحبسه ومين مش استعباد يعني اصله. شغل طيب استعباد. الولايه التعليميه، عشان الولايه بس نتكلم في الاربع قوانين وبعدين نتطرق لكل واحد على حده. اوجعتيني في الولايه التعليميه، اوجعتيني. الولايه التعليميه دي مشكله المشاكل في قانون الاحوال الشخصيه، وللاسف قانون الاحوال الشخصيه ما حطلهاش ماده. ليه بقى؟ اعتمد على ان الاب هو الولي الطبيعي للطفل وفقا للشريعه. ما علينا. تمام. والولايه التعليميه من ضمن بتدخل تحت جناح الولايه الطبيعيه. تمام. لما لقوا مقاسي كتير جدا الاب يجي بقى يقول لك ايه؟ انا تقول الواد في مدرسه لغات، احنا في عصر التميز. الطفل الطفله في مدرسه لغات. انا بقى اصل عايز اعلمه اللغه العربيه والشريعه الاسلاميه. انا بقى بصفة الولي الطبيعي شايف ان مصلحته يروح مدرسة عربي ب3 تعريف. كويس؟ فأصبحت في مقاسي نفاجأ ان الطفل بيضغط بقى، بيمسكها من ايدها اللي بتوجعها، هنقلهولك لو ما تنزلتيش عن كذا، لو طالبتي بمسكن هنقله من المدرسة. الأم تجري عايزة طبعا عايزة ابنها يتلقى أحسن تعليم. طبعا عايزاه يتلقى أحسن كل حاجة مش بس أحسن تعليم. ألا في إيه؟ فجأة الحكايه دي اتغيرت وحطوا ولايه تعليميه في قانون الطفل في الماده 54 بعد المقاسي دي. وكانت حادثه شهيره جدا، الممثله مش عارفه اسمها ايه مش فاكره، وجوزها برضو نقل العيال، فهي تطوعت انها تدفع المصاريف. معاكي ادفعي بقى، ما هو دي هي دي السياسه. معيش. انا رجاله كتير بيجوا يقولوا ايه، وتحديدا بقى لو ست بتشتغل يا استاذه في ريال ومعاها ابعت لها فلوس. انذار قبل ما الطفل يخش المدرسه، ابعت لها انذار قولي لها ان هو مش هيدخل ولاده الا المدرسه العربي وهذه هي امكانياته، عشان ما ترفعش عليه بعد كده مصاريف دراسيه كتير 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 كتير. حقيقي. يعني مضحي بمصلحه ولادك ومضحي بمستقبل ابنك وجاي نايم لي في الشارع وعامل لي مظاهرات وتصوت وتقول اما استضيفه، استضيف ايه؟ مش فاهمه انا استضيف مين؟ طب اصرف عليه الاول. كنت في برنامج وقعد المحامي يهلل جنبي والاستضافه، امال الاستضافه هو عليه حكم الحبس يدفع في النفس. رحت قدام الكاميرا قلت له يا ابني انت مش عليك حكم حبس يدفع. حقيقي يا استاذه فريال، انه اعتقد طبعا في رايي يعني صدر بقى الصغير جدا، انه دي. اي رجل ملتزم بواجباته، واي رجل عارف واجباته نحو طفله
ومأديها ونحي ابنه ومأديها. آه. ما هو مش محتاج ابدا يرفع دعوه حقيقي، هتلاقي الام بتودي الطفل بالظبط. لو هو موضع ثقه مش هيهرب الطفل ولا يخطفه طبعا، هتلاقيها من نفسها طبعا بتودي الطفل لغايه عنده. وانا اعرف اسر كتير محترمه بتعمل كده، مظبوط. الطفل رايح الطفل جاي، بتخرج هي شخصيا معاه اطفال خميس مع ابهاتها بيتفسحوا وهي طليقته، وتاخد الولاد وتروح تتغدى بره وهو معاهم. الناس المحترمه احنا مش هنشرع لغير المحترمين. يعني ايه يعني ما تعمل علاقه كويسه مع اسرتك. انا حضرت مره قضيه عن الزوجه وهي لسه على ذمته ورفع دعوى رؤيه مع انها بتبوس ايده عشان يجي يشوف الطفله. قلت للقاضي طبعا احنا عندنا استعداد يجي عندها اهلا وسهلا في بيت اهلها يشوف بنته. فالقاضي طبعا احرج، قال لي ما اقدرش. طيب استاذه فريال، الحقيقه انه في نماذج ماساويه، في نماذج مقصره من الطرفين، علشان ما نبقاش برضو نبقى نتكلم بحيادية وما نبقاش واخدين طرف، لانه كمان الطرف اللي احنا واخدين صفه احيانا في نماذج بتكون في مقصرة. وحضرتك محامية، الشواذ الشواذ بالظبط، والكل قاعدة شواذ. وحضرتك محامية الأم، واكيد بتشوفي نماذج كتير الشواذ ما بترضيش عنها، شفتهم معدودين على اصابع. مظبوط، عددهم قليل بس موجودين. انما الرجالة الباقي المفترية كتير، عدي كتير كتير. انا مع حضرتك. النهارده لو احنا عندنا سيدات محترمات بيمثلونا في برلمان 2012 او في مجلس الشعب، هل حضرتك تعتقدي ان كان ممكن نتكلم النهارده في موضوع زي ده، لو في اللي بيمثلنا واللي بيتكلم عن حقوقنا واللي بيتكلم عن اللي لينا واللي علينا، كان ممكن نتكلم عن في ده؟ لما تنزع جيش وما تتشاميش في من مجلس الشعب، حضروا معانا مؤتمر واحنا وانا شخصيا اقترحت قانون. طب يا جماعه بقى لما احنا متخانقين سوا احنا هنتطلق، فبنروح في دوله اسلاميه بتعمل كده، بيروحوا عند القاضي بيقول لها حقوقك ايه، بيكتب حقوقها كلها. ايوه. وحقوق الاب لو له رؤيه او له اي مصلحه عندها. وشوفي انت عايزه ايه، وبيكتبها. بيقول لك نفقه كذا، مسكن كذا، مصاريف دراسيه كذا بتاع، وبيصدر حكم في نفس جلسه الطلاق. وبتخرج بورقه بوثيقه رفع راسها في المجتمع. بيؤدي ما عليه بذمه، وبتخرج مجبوره الخاطر. تاكدي ان المراه المصريه لو خرجت مجبوره الخاطر كل المشاكل دي مش هنناقشها انا وانت. حقيقي. كويس؟ حقيقي. استاذه فريال، يهمني اعرف، وحضرتك برضو محاميه يعني ممارسه بتمارسي المهنه دي، المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي موجوده في كل الطبقات؟ يعني النهارده لو في امراه عامله مقتدره بتقدر ان هي تشتغل، بتقدر ان هي تصرف على ابنها، بتقدر تعمل الكلام ده، هل بتواجهها نفس المشاكل؟ ولا احنا بنتكلم عن طبقه مكسوره، طبقه ما عندهاش ان هي تعلم ابنها كويس وتاكل ابنها كويس وتحافظ عليه كويس، ومضطره انها تحتاج للاب اللي للاسف الشديد في منهم برضو نماذج كتيره جدا في منتهى السوء. الطبقه الاكثر استياء من المشاكل دي؟ الطبقه المتوسطه. المتوسطه. الطبقه الفقيره قوي ما عندهمش، اللي مش مثقفه قوي. ممكن المغلوبه على امرها بترمي ولادها، ديكي شايفه اطفال الشوارع. يلا روح روح اشحت، روح لابوك، ابوه يطرد، روح في الشارع. ما في برضه امهات بترمي وهي بتمارس كل حاجه ومش شاغله بالها. ولذلك الاميه عندنا يعني لازم تعالج عشان المجتمع ككل يعني يترابط ويبقى كويس. استاذه فريال، في مسيره المفروض ان هي هتتعمل، المسيره دي هتتجه لمجلس الشعب. والمسيره دي هيشارك فيها كل طبقات المجتمع، من السيدات من اول الست الفلاحه اللي بتقعد تبيع خضار لغايه الست المتعلمه المثقفه اللي تعلم جيدا حقوقها وتعلم جيدا واجباتها. والمفروض انه المسيره دي اتجاه مجلس الشعب ما بيطلبوش اي حاجه غير ان هم بيطالبوا بحقوق النساء المفقوده واللي لسه عايزين يفقدوها اكتر. العنف كمان ضد النساء، العنف المعنوي والعنف الجسدي. ده عايز علاج شديد. عندنا قوانين للحاجات دي يا دكتور فريال؟ ما عندناش. يقول لك روحي اشتكي في النيابه واعملي له جنحه ضرب. الله. في ايه؟ وتروح النيابه بقى تلاقي الضابط طبعا هو غلط، بيعاكس فيها كالعاده. كل ده يعالج في قانون واحد، العنف. العنف اللفظي للاب، واحده بتشتكي لي تقول لي قوم، بدل ما يقول صباح الخير يديني وصله ردح ووصله شتيمه.
فكفرت يعني. وبعدين لما بيتخاصموا المنافق من خاصم يخاصم يفجر فجور في المخاصمة، الطرف القوي طبعا في العلاقة، أصل المجتمع ذكوري، مجتمعنا مجتمع ذكوري، طبعا الطرف الأقوى طبعا، والطرف مجتمع اللي معاه ذكوري المادة بحت. اللي هيصرف بيها عليه. هو ليه المرأة خرجت تشتغل؟ ما هي لقت محدش بيصرف عليها. زمان زمان في الجاهلية وفي مطلع الإسلام يلزم الأب وبعدين يصرف وبعدين الزوج وبعد الزوج يصرف العم وبعد الخال. الكلام ده في الشريعة الإسلامية جميل جدا، ما بيحصلش. مين هنا بتروح ترفع دعوى على عمها ولا خالها ولا ابن خالة أبوها عشان تاخد منه نفقة؟ ما بتحصلش، لأن هي مش عارفة حقوقها أصلا، مش عارفة الشريعة بتتكلم عن إيه. مظبوط. كويس. فكانت النساء زمان محمية ماديا، دلوقتي ما هيش محمية ماديا. طب ازاي بقى نحميها؟ لان الوقت الفقره بيجري جدا، وافتكر ان كل امراه بتشوفنا دلوقتي ها عايزه تعرف الطريق تمشي اه فين، يعني تبتدي منين. زي ما انا اقترحت كده، هنقترح على مجلس الشعب المسيره دي، مش عشان نهلل، لا، لا، ده المسيره دي حقوق عشان حد وطلبات. يخش بطلبات مكتوبه. يا جماعه، الست المراه لازم تحمى ماديا عشان المجتمع قائم عليها، حقيقي يعني هي عمود البيت، طبعا. يعني هي اللي بتربي، هي اللي بتغرس في الاول من ساعه ما بيرضع من صدرها، والحنان والمبادئ بتغرس فيه خلاص. حقيقي. فلازم نحميها ماديا، نديها نفقه اول جلسه، وبلاش نروح المحكمه كتير. ليه انا اروح اتشحتف ارفع 13 قضيه عشان اخد حقوقي؟ واقول لك اصل المراه بترفع 13 قضيه، الله، دي بتاخد حاجات كتير. هي ما بتاخدش حاجه، ما في الاخر ما بتاخدش يتحكم حاجه. لها بدل سكن 30 جنيه هتأجر هت هت هتعمل بيهم ايه؟ على دكتور استاذ في نقل كبد اتحكم لاولاده شباب ب 30 جنيه بدل مسكن. يعني ما انت، طب انا عايز اعرف مين القاضي اللي حكم بكده. ياكلوا ويشربوا، لازم ياكلوا ويشربوا يا جماعه، برضو لازم يكون في انصاف في الكلام ده. في جلسه واحده ال 13 قضيه يجتمعوا في جلسه واحده. على فكره انا عندي احكام جايه من الخليج لناس زباين عندي، كل حقوق المراه نازله في حكم واحد، جميل. خلعها مع نفقتها مع نفقه العيال مع المدرسه مع الماكل مع المشرب مع السكن، كله في حكم واحد. قعدت اقراه، زهقت من كتر الورق اللي انا بقراه. ليه ما بنعملش كده؟ هي الامارات احسن مننا؟ لا طبعا، لا احنا طبعا. استاذه فريال حسن مراد، المحاميه بالنقد والمستشار القانوني لجمعيه امهات حاضنات، الوقت الفقره حقيقي جدي بسرعه، حقيقي أيوة. ملف مهم جدا جدا وفي وشائك. وقتنا دلوقتي لازم نتكلم ولازم نفتح ملفات المراه حقوق المرأة في حكم واحد في بالظبط. جلسة واحدة، ما تركنهاش أكتر من شهر، لأن هتاكل منين يا ولادها؟ حقيقي بس هنتكلم في ده تاني، واكيد احنا ما بنسكتش ومش ومش هنسكت غير هنسكت. لما نسيب حقنا وحقوق اولادنا، لانه في الاخر دول اولاد مصر واولاد المجتمع واولادنا في الاول وفي الاخر. واظن استاذه فريال ادت مثل على القطه، يعني شوفوا كده القطه ممكن تعمل ايه وانتوا تعرفوا يا نهاري مين ممكن يا نهاري يعمل ايه. على القطه. حقيقي رفقا بالقوارير ايها الرجال، ايوه، وارجوكوا ارجوكوا راعوا ربنا في ده اولادكم. هي الام والاخت والزوجه، مين اللي خلفك؟ حقيقي يا اللي حقيقي قاعد في الشارع تتفلقس وتقول انا بالظبط الحقوني وعايز ولادي، ما هي اللي بالظبط خلفتك امراه. بالظبط. نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد، تابعونا. Thank you.